بالتأكيد إنه من الموضوعات المهمة أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق في الوقت الراهن، وهذا الموضوع طبعا بيحظى باهتمام عدد كبير من المواطنين. إيه هي أسعار الأجهزة الكهربائية في الفترة الحالية، خصوصا إنه المتعارف عليه يعني والدارج إنه مع بداية فصل الخريف بعد انتهاء الصيف يعني بشكل رسمي بيقل الطلب على الأجهزة الكهربائية؟ طيب الأسعار إيه؟ طبعا ده بيكون يعني نظرا لنظرية العرض والطلب مع انخفاض الطلب على الأجهزة الكهربائية، هل بتنخفض الأسعار الفترة المقبلة؟ هذه التفاصيل هنعرفها من الأستاذ جورج صدرة، رئيس الأجهزة شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة. برحب بحضرتك معانا على شاشة اليوم السابع. أهلا بحضرتك، كيف عن؟ أهلا بحضرتك. طب نسأل الأول عن طبيعة الطلب الفترة الأخيرة، هل فعلا لوحظ انخفاض في الطلب على الأجهزة الكهربائية مؤخرا؟ بالفعل يا فندم، احنا بنمر بمرحلة ركود وصلت إلى 40%، ودي لها 3 أسباب. السبب الأول اللي هو كان السحب الجارف في سنة 23، الناس اشترت أجهزة كتيرة قوي في 23 وخزنتها، وده ليه توابع، وأنا كنت قلت الكلام ده هيحصل توابع لسنة 24 و25، وبالفعل دي متسببة في حالة من تراجع البيع. السبب الثاني برضو في المرحلة دي بيبقى دخول المدارس والجامعات، في شريحة كبيرة من الشعب المصري بيتأثر بالفترة دي وبرضو بيتراجع عن شراء الأجهزة في الفترة دي. طبعا في برضو السبب الثالث، شريحة كبيرة برضو بتنتظر عروض آخر السنة وبداية السنة الجديدة، احنا بنسميها عروض الكريسماس. العروض دي بتبتدي تنزل فيها بعض التخفيضات وبينزل فيها بعض البروموشن لشركات كتيرة قوي وبعض العروض، فكل في كتير بينتظر، فالكلام ده تسبب في تراجع المبيعات بنسبة 40% شهر 9 وشهر 10، وإن شاء الله نبتدي نحس بالتحسن في شهر 11 بإذن الله. إن شاء الله. طيب طبيعة إن شاء الله. الأسعار إيه الفترة الحالية؟ حضرتك الأسعار ثابتة تماما في الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله تفضل برضو ثابتة إلى بداية العروض. إحنا ما عندناش حاليا تغيير في الأسعار، الأمور مستقرة، الشركات مستقرة، السعر ثابت، لأن برضو زي ما قلت لحضرتك إحنا بنعتمد أساسا على العرض والطلب، والنهاردة الطلب إيه أقل، فده مأثر إن مفيش شركة أو مفيش مصنع هيقدر يزود في الوقت الحالي. بالعكس احنا منتظرين ان شاء الله على العروض بتاعت السنة الجديدة تبقى الامور كويسة والاسعار افضل من دلوقتي. طيب يعني على بداية السنة الجديدة يا فندم هيكون في انخفاض في الأسعار، وهتكون مثلا بشكل كبير يعني المقبلين على الشراء الفترة الحالية ننصحهم بأنهم ينتظروا لعروض الكريسماس؟ شوف يا فندم، انا اكون صادق معاك، هي يعني ما اقدرش اوعد بتخفيضات، هي هتيجي عروض، عروض العروض او تخفيضات عروض لكن مش ده مش هيعمل يعني الاسعار مش هتستمر انها تنخفض، لان الامور مستقره، سعر الصرف مستقر، الظروف الاقتصاديه كويسه مستقره، ما اقدرش اقول ان انا الاسعار هتنزل، ما فيش الدافع لكده، يعني مش هنقول الكهرباء هترخص، التامينات هتقل، الايجارات هتقل، لا هو الامور مستقره، احنا نتمنى ان ما يبقاش في زيادات، يعني بالتأكيد بإذن ربنا تبقى الأمور مستقرة، والعروض دي بتتعمل بتبقى في خلال مثلا 30 يوم اللي هو في نهاية السنة وبداية السنة، وبداية السنة يعني الجديدة. بتبدأ في شركات بتبدأ العروض بتاعتها من 15 ديسمبر، وفي شركات بتبدأ من 1 يناير، لكن احنا نقدر نقول الأمور مستقرة. طبعا اللي عايز ينتظر لأول السنة برضه مش مستعجل، بس يعني عايز أقول لحضرتك العروض دي بتبقى على حاجات معينة، كنت لسه هنقول هسألك زي حضرتك، الرفاية، كل الأجهزة ولا بتشمل لا أجهزة بعينها؟ التلاجة الغسالة البوتاجاز دول دايما مستقرين، دي سلعة تقيلة، صحيح. العروض دايما بتبعت على الشاشات، شاشات التلفزيون بتبقى على الرفاية اللي هو مثلا زي المقلاية الهوائية، زي الميكروويف، زي الخلاط، الحاجات اللي هي رفاية مهنة الأجهزة دي اللي بتنزل عليها بروموشن وعروض كويس، والشاشات يعني اكتر حاجه بيتبصلها الشاشات في الفطر. صحيح، لكن الأجهزة التقيلة أو الأجهزة الكبيرة مش بيكون عليها عروض. الاجهزه التقيله بتاعتنا تلاجة غساله بوتاجاز هي مستقره، ونادرا يعني ما فيش شركات بتعمل عروض عليها، لان هي طبعا بتبقى تكلفتها عاليه وحجم التعامل والتداول فيها تقيل مكلف، طبعا يعني يجب نقل إن الأسعار تكون مستقرة وما يكونش فيه زيادات كمان في الفترة المقبلة.
مظبوط يا فندم، الاسعار مستقره وانا شايف الامور افضل. وبعدين حضرتك احنا عندنا كميه مصانع جديده اتعملت وخدت تصفيق من مجلس الوزراء، السيد رئيس الوزراء اداهم الرخصه الذهبيه، والمصانع دي بدات بالفعل تنتج، وان شاء الله مصر تبقى دوله مصدره باذن الله للاجهزه الكهربائيه كمان. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ جورج سيدرا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، جزيل الشكر لحضرتك على وجودك معنا على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك، شكرا. شكرا. يعني دي أبرز تفاصيل بخصوص أسعار الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي وكمان في الفترة المقبلة. ما فيش أي زيادات زي ما قال لنا أستاذ جورج، وإنه بيكون في عروض عندنا الحقيقة في نهاية العام، لكن هذه العروض بتكون على أجهزة بعينها مش على كل الأجهزة. بشكر حضراتكم طبعا على المتابعة، كونوا معنا دايما على شاشة الـ 7.